that. Today we'll go through the Chishti Silsila. You can share, but I'd rather not forward because there's still some errors in it, inshallah. But you can share among yourselves the Arabic that I forwarded to the group, inshallah. But don't forward outside lah, ini outside of this majlis, aku jangan, because there's still some errors that I need to correct them, inshallah. Right? So if you do spot any errors, please let me know. Purpose to see me, inshallah. While reciting the silsila, this is a very important dua that we seek the blessings from each and every one of our mashayikh to be present and to, I mean, to all of our du'as, and to bring us closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أين شجرة خاجقا ششتي أهل بهش بدس الله أسرائكم يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم بحكما قال هذه كلمة طيبة كشجرة طيبة أثلها الثابت وفرعها في السماء ألا إن الله تسير الأمور بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا هر كرا جواب يا لجنة المأوى بهش هر زمان بسيخ واندا شجار إفيران إتشيش طالب مولى مسكر فريخ مواحظات هر غلم خندن چشتی سردر بهش الله صمد محمد صمد مرشد هادي علي مددي إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا نعي قطب عالم حارب بالله هاشك رسول حضر خاجة أنوار الله شاه ششكل والقادرية نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفة سلاسنا أربعين مدد له علي ودما فيد المتوالي إلهي بحرمة هادنا ومغلانا ومرشدنا نعي قطب على معرف بالله وهاشك رسول حضر خاجة وجه الله شاك ششكل والقادرية نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفه سلسله اربعين قدس الله سره العزيز الهي بحرمه هادنا ومولانا ومرشدنا قاضي قاضيا قد علم خبر طريقا والمعرفه هدر الحاج قاضي حبيب الله شاه ششكل والقاضي نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفه سلسله اربعين قدس الله سره العزيز الهي بحرمه هادنا قدركم بارشاد عارف بالله خاج عارف الله شاد ششكي القادري قدس الله سره العزيز الهي بحرمه هادنا خاج الشاد سيد عبد القادر حسيني ششكي القادري قدس الله سره العزيز الهي بحرمه هادنا خاج الشاد سيد شمس الدين حسيني ششكي القادري عرف صاحب بدشه صاحب حسيني قدس الله سره العزيز الهي بحرمه هدر عارف الكامل عاشق الواصل خاج الشاس ادمان الدين حسيني ششكي القادري فرزل عربال خاج صاحب قدس الله سره العزيز الهي بحرمه خضر خاج محب علي شا صاحب ششكي قدس الله سره العزيز الهي
محمد قدر خاج شعالي صاحب بنج دهر قبور القب دائم المعراج رفع علي الله تشتي قدس الله سره العزيز إلهي في حرمتي هدر خاج الشهر نور محمد إسماعيل علي شاه تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشهر أغمر علي فدوي حسيني عرف حمد العالي تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي خضر خاج الشاه السيد مرتضى بياني خادم السلطان الثاني حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي خضر خاج الشاه السيد سلطان الثاني حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي خضر خاج الشاه السيد فخر شاه سلطان حسين تشتي قدس الله سره العزيز بحرمتي قدر خاج الشاه سيد محمد أكبر حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد علي فتح حبيب الله حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد كلان حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد أبو الحسين الحسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي خضر خاج الشاسين محمد حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي خضر خاج الشاق قبض الثاني أمين الدين حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي خضر خاج الشاسين كليم الله حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد علي حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد أبو الحسين الحسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد من الله محمد حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه سيد يد الله محمد حسين تشتي قدس الله سره إلهي بحرمتي قدر الحاج حاج قال حاج الشاسين محمد مقبول حسين بند نواز قيس دراز بندقان راكن عند شرفراز شهباز بلند فرواز والي الأكبر جعفر حسين تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر حاج الشام سر ملتي ودين إبراهيم محمود شراح دحلاوي تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر حاج الشام نظام من أولياء محمد بدايون محبوبي إلهي تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشيخ فريد الدين شكر جنج بهاركة المحبة والمشكور أرد الدين عروف شيخ فريد شكر جنج تشكي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشيخ سيد قطب الدين بختيار تاكي وكيل بابي أويشي تشكي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج خاج جنج خاج سيد شاه معين الدين حسن سنجري هند الولي أطاعي رسول قرب خاجة معين الدين حسيني تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاجة شاب أنوار أثمان حروني تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاجة شاب حجي الشريف زندني تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاجة شاب قرب الدين مولودي تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه نسير الدين مسيح الدين أبو يوسف تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه نسير الدين أبو محمد تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه قدوات الدين أبو أحمد تشتي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي قدر خاج الشاه أبو إشحاق الشامي تشتي قدس الله سره العزيز
قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشامين دين أبو هبيرة البصري قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشام سديد الدين حذيفة المرعشي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشامان الأرض سلطان إبراهيم أدهم بلخي قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشام فضل فضل عب العياد قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشام شيخ عبد الواهد بن زيد قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشام سلطان الأولياء برهان الأصفياء أبو النصر حسن بصري قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة خضر خاج الشهيد مردان السر يزدان أمير المؤمنين إمام المتقين عصر الله الغالب خضر علي بن أبي طالب كرم الله غزاه وجرعه إلهي بحرمة خضر خاج السرور علم سيد أنم خلفاء قائلة مفخار موجودة أبو القاسم سيدنا أحمد ومولانا أهمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم إلهي بهمة هدر تحت رب العالمين جل جلاله عما نواله اشرح صدورنا للإسلام آمين ونور قلوبنا بنور الإيمان آمين واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم اشرح صدورنا للإسلام آمين ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اشرح صدورنا للإسلام آمين ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين نحمد ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شجر عيسى نوسي يا حبيبي يا رضوان الله عليهم أجمعين هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال وبكل لسان ومقال بحق من قال هذه كلمة طيبة كشجرة طيبة أثلها الثابت وفرعها في السماء ألا إلى الله تسير الأمور بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا وجمالنا إلهي بحرمة هدرة إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا ونبينا خضر خاج السروان علم سيد أنام خلفاء قائمة مقار موجودة
أبو القاسم سيدنا أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين بارك وسلم إلى بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الحجاج حدير عليه السلام بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر عبد العزيز الدباق الصاهب قدس الله سره العزيز إلى بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر عبد الوهاب التازي صاحب قدس الله سره العزيز بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر إبراهيم أحمد بن إدريس والي صاحب قدس الله سره العزيز بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر إبراهيم راشد والي صاحب قدس الله سره العزيز بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر الصوفي صاحب قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر عبد الحق صاحب قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر سيدنا السيد أحمد الشريف السنوسي صاحب قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا قدر السيد مرتضى صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خاجي خاجلان قلت علم خطر طريقا والمعرفة الحجر الحاج خاج حبيب الله شاه ششيل والقادري نقش بندي سهر وردي والسنوسي وخليفة إسنا سنة أربعين قدس الله سر العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا نائب قلت علم عارف بالله عاشق رسول قدر خاجة وجه الله شاش الشيون والقادرية نقش بندية سهر وردية سنوسية وخليفة سنة سنة أربعين قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا نائب قد عالم عارف بالله عاشق رسول قدر خاجة أنوار الله شاش ششتيل والقادرية نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفة سنة سنة أربعين مدى لله علي وردما فيض المتواري اشرح سرورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اشرح سرورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين Inshallah, we will be reciting the dua, the khatam dua of the majlis. Inshallah, there's a few requests. First, to remember all of our beloved sisters that have passed us, the arwah that we have mentioned, Haja Sharifa bin Muhammad Soum and Haja Nadiawati Zainul. And also, there are requests of dua for Sister Fazira, who has fractured her leg. And also for our beloved sister, Auntie Sharifa Noor, who was also in hospital, fractured her leg. And for all of those who are seeking du'as, inshallah, please make du'as for them that they have a speedy recovery, inshallah. Amen. And that all of us are safe here, inshallah. Amen. And whatever hajjats you have as well. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وقشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وهشرتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين عينينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وهشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وذكر بها يا ربي موازينا حسناتنا وآل بركاتها علينا حتى نلقوا النبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ونحن آمنون مطمئنون فرحوا مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوين إلى جوائه الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمطيعنا اللهم في دارين برعيته وقبض قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه مفلحين وارفض بالضوات علينا قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بني وأوردنا هوض الأسفاء واسكنا بكأس الأوفاء ويسر علينا زيارة حرمك وحرامه من قبل أن تميتنا وعلم علينا إقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى اللهم إنا نستشفه به إليك إذ وهو عوجه شفهاء إليك ونقسم بحق عليك إذ وهو أعظم من أقسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ وهو أقرب الوسائل إليك سلام قولا من رب الرحيم 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 سلام قولا من رب الرحيم
نشكو إليك يا ربي كثرة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة وهجومنا على المخالفة فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك ننتصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا على فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تباعدنا وببابك ناكف فلا تضردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا وحق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا هذا الغنى ظاهر بين يديك وهل هنا لا يخفى عليك أمرتنا فارتكينا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسهل إلا أفك فأف أنا يا خير المعمول وأكرم المسؤول إنك عفو كريم ورؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبلغ المرشد قدر خرج أنوار الله شاه الحمد لله علي فيما إنه بلغ الأردس سينيز برادرز أند سيسترز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله so very much for the impact positive that was needed what we need every week actually is a pulsating divine energy and because we are so full with our dunya screen every moment we switch on we are always glued to the screen more than we are glued to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and every other day I'm meeting new people who have difficulties in letting go of the screen and I wish sometimes it is a difficulty in letting go of the tasbih or difficulty in letting go of the sajadah or difficulty in letting go of the remembrance of Allah salawat on the prophet sallallahu alaihi wasallam. Last week we shared about a story about how the lion who identified himself as a sheep, remember for those of you who not, you can watch the video from last week. And the other aspect of the story is that what helps us to build adab, we know this is the common, this is something that is always, a lot of scholars talk about, the sum of the end product of it is adab, right? It is characteristics. But what there was once a murid asked the sheikh, he says, is adab from the mind? He asked, is adab from the mind? And the sheikh says, no, adab is not from the mind. This is interesting, right? We always think that adab is something that we can learn. We can train ourselves towards. And what did the sheikh say? The sheikh says, no, adab is from the soul. Characteristics is from the soul. So what is the sheikh saying? He says, because the mind is meant to just absorb and keep things. But the soul is where it has its most intimate origin with Allah subhanahu wa ta'ala.
And when you talk about love and being good culture and having good manners, it must come from the soul itself. And this is where this zikr that we are doing every week, putting aside our screens for, we've been zikr only 1.5 hours, truth be said. Felt like we zikr the whole night long, right? And there's a lot of zikr, a lot of sweating, a lot of work going on. That's good, alhamdulillah. Which means the body is going back to its state of fitrah, which is to remember Allah. And if we find it difficult to remember Allah, then there's a lot of things that we need to pick out so that it becomes easy as for us to remember Allah. And that is the reason why the zikr is loud, the zikr is strong. Just like how we need strong coffee in the morning or strong tea, the soul needs a good awakening so that we can return back. So the adab is when we are able to reawaken the soul. What do you mean, Ustaz, reawakening the soul? The soul has its own nature. If we feel stiff every morning when we wake up, and we feel stiff when we look at our loved ones, that means the soul and the heart is dead. There's three types of heart, the three states of the heart. The heart that is alive and well, the heart that is ill, and the heart that is dead. What is the state of our heart? That only you can answer. So tonight what we do is, because it's a very blessed night, every week we're given an opportunity to be very close to Allah subhanahu wa ta'ala. And Malam Jumaat, we call it in Malay, correct? The night of Friday, welcoming the Friday morning, yeah? The day of Eid for fakirs in Islam. People like us, we're all constantly in need of Allah. So how do we then soften the heart by taking opportune times such as this to re-energize back the heart? I was saying in the class, in Minhaj, remember, if you go into the ER room and the doctor says he needs the what, AED? Is it how we attend to people who are dying? AED, come, 1 second, AED. Is it how we do it? Now what will we be doing? Shouting, right? Foster, AED, right? Like how we watch in ER, right? But are we attending to our heart in that manner? Or are we so accustomed with the heart that is dead? And we're okay with it. But if our hands have a big cut, we'll go rushing because there's blood. But how many of us have felt the heart? If we're not rushing to resuscitate our spiritual heart, then something is amiss somewhere. The Sheikh further on explains to his murid, he says, the problem is because our akal, our logic, our intellect is so distorted with dunya. So distorted with dunya that we've forgotten that we have the soul. And so talks like this don't sell. Get what I'm trying to say? What gets the hits? If I tell you you can make $1 million after this. Or you see, you get a lot of YouTube likes and shares and all this kind of thing. What are the hits if there is a gossip? You know, even in Sharahan, Ustaz gossip about other asatizas, etc. And that's what gets the likes and the shares. The matters of dunya. But when we tell each other, we remind each other, mu'min mir'atu mu'min, that the believer is a mirror to another believer, that we need to awaken our heart later. So my advice and reminder to myself and to all of you is that, how healthy is our heart? If the smallest matter of dunya affects the heart, then we need to really see how we can strengthen our heart. Because as Muslims and followers of the Prophet we have the greatest gift, the shortest cut to reach Allah, because we have Rasul sallallahu alaihi wasallam. He Rasul sallallahu alaihi wasallam should be alive in our heart. Once we have that, inshallah, we will experience life in a very different manner. Very different manner. Dunya can throw whatever it wants to throw, you know? But we'll know what is already in our hearts and we persevere. Like I was sharing with a murid just now, one of our murid. He was sharing, you know, I gave everybody 40 days to account and take care of your amal, right? And then this murid came back, you know, after 2 weeks, I already felt, no, there are days I can do all these items, there are days I do 7, there are days I do 2, etc. I said, good.
how can they be good when you're not consistent every day? Correct, no? Am I just being nice to my body so that he can persevere on? Go. What is happening is actually we're developing willpower. The more we realize when we fail, the more we will take care of ourselves. So I shared with this murid, if in these 2 weeks we realize what is the state of our willpower, can you imagine the willpower of our mashayikh and the great awliya Allah subhanahu wa ta'ala to get them to where they are? What is their willpower? Can you imagine an example like Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, what kind of murid he was, like, you know, what kind of person he was, take away the shaykh, etc. Imagine him in striving towards Allah subhanahu wa ta'ala. What kind of willpower he had? What kind of willpower Khaja Ma'inuddin Chishti had? What kind of willpower all of our great mashayikh that we've managed to see that guided us, the willpower that they have to keep the silsila alive and pass it down to us, and so on and so forth. So if by being disciplined, it's not just about getting the text in your journal, but what you're doing is actually developing your willpower. Because when we leave here, from this Thursday to the next Thursday, we'll meet a lot of different things that will test our willpower, right now. Some of you already, you know, have a group to wake up each other for tahajjud. Some of you have this and that. From one Thursday to the next Thursday, you see, despite the many calls, I only managed to wake up one. If I, example. Despite all the many texts and, you know, to remind each other about dhikr, I only managed to do my dhikr once in the whole 7 days. So you have the second week to develop the willpower to be doing better dhikr. Then we understand where we are. This is the first level of mujahada, the struggle. So may Allah give us the strength of the awliya Allah salihin, and the strength that they have received from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the depth that they have received from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that we're able to then practice this to achieve good adab, inshallah. So that be the people who are able to master themselves and overcome their nafsul amara bisu, so that we are able to have better relationships, able to have better communities, able to become better people in this dunya and also in the hereafter. May Allah bless our parents, their parents, our teachers, their teachers, and bless them all to be gathered together with Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bless the jama'ah and all of them that came with all of their hajjas. May Allah kabul all of their hajjas, inshallah. And all of those who are, you know, at home joining us as well, may their homes be blessed. May Allah bless us to visit the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if we're not able to allow our sinful eyes to see his blessed light, always Ameen. Whatever is good is from Allah and Rasul. If not, it is from my own self. I seek your forgiveness, inshallah, next week. Just a short announcement, inshallah. If you're free next Thursday, the zikirlah. And then on Friday, right? If you have the Jerwi Sharif, which is the, but this time around, because it's the 25th, I believe, 25th Christmas. So we'll be doing the Muhyiddin Raqib, inshallah. And so if you are free, do come, inshallah. It's not always you manage to do the Raqib, inshallah. So come for the Muhyiddin Raqib. And then on the 26th, there we go. Yeah. On the 26th, the following day, on Saturday, we'll be going to the Rawda of Khaja Habibullah Shah, Murshid, inshallah, at Kubur Qasim. And I say it's safe to visit there, despite whatever that you see around. Yeah? So we go there and we make dua, inshallah. And we know that awliya Allah Salihin are still alive, yeah, when we visit them, inshallah. That is one. And then on the first, inshallah, if you are free, we'll be having Majlis Salawat Nariyah after Asr. So Asr here, and then we'll do the Nariyah together. And then after Maghrib, we have Maulid, but this time around, I'm not reciting. we're having the Qasidah Bros to recite the Maulid Jubai, inshaAllah. Yeah, so, saya boleh relax sikit lah. So, do come, inshaAllah, if you're free. And I hope there will be a good way that we can start the new year. Yeah, and that our year will be blessed. We have a lot of, I'm sure this COVID has made all of you almost awliya Allah salihin, inshallah. All of your ibadah at home, inshallah. I hope 2021 will be 100% awliya, inshallah. So, inshallah, may 2021 be a good year.
both for our Hijri and our Gregorian plan, inshallah. You meet again, whatever is good, is for Allah Rasul. If not, it's my own fault. I seek your forgiveness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. So perform, inshallah. For those who can stay.